في الفتح من أكتوبر عام 1949 أعلن مو تسي تونغ قيام جمهورية الصين الشعبية بعد حرب أهلية ومواجهات عنيفة انتهت بطرده قوات الكومينتانغ الوطنية القومية اليمينية لينتقلوا إلى تايوان. وبعد أقل من شهرين في 7 ديسمبر شكل حزب الكومينتانغ القومي الصيني بقيادة تشانغ كاي تشاك حكومة في جزيرة تايوان فورموزا سابقا تحت اسم جمهورية الصين الوطنية في مواجهة الصين الشعبية، وحظر أي اتصال مع الصين الشيوعية، واستقر الطرفان المتنافسان في نهاية الحرب الأهلية على جانبي مضيق تايوان، جمهورية الصين الشعبية في البر الرئيسي وجمهورية الصين الوطنية في الجزيرة. يصبح المضيق الذي يفصل بينهما القناة الدولية الرئيسية لشحن البضائع، والذي لا يتعدى عرضه 130 كيلومترا في أضيق نقاطه نقطة توتر جيوستراتيجية. ويتحدث المؤرخون عن 3 أزمات كبرى سابقة في مضيق تايوان. الأزمة الأولى اندلعت في غشت عام 1954 عندما أرسل القوميون 1000 الجنود إلى جزيرة كينمين وماتسو الخاضعتين لحكم تايوان على بعد كيلومتر قليلة من البر الصيني، وردت الصين بقصف الجزيرتين ونجحت في الاستيلاء على جزر بيجيانشان على بعد 400 كيلومتر شمال تايبه، وأخمدت الشرارة في نهاية المطاف. لكنها كانت تضع الصين والولايات المتحدة على شفير نزاع مباشر، وكانت تايوان أصبحت في العام 1950 حليفة للولايات المتحدة في الحرب ضد الصين في شبه الجزيرة الكورية. وفي العام 1958 اندلع القتال مجددا عندما قصفت الصين بكثافة جزيرة كينمين وماتسو في مسعى جديد لطرد القوات القومية المتمركزة هناك، وخشية أن تؤدي خسارة الجزيرتين إلى انهيارها وبالتالي سيطرة بكين على تايوان، أمر الرئيس الأمريكي دوايت إيزنهاور بمواكبة تايوان وتزويدها بالإمدادات. وفي مرحلة ما فكرت الولايات المتحدة لفترة وجيزة في نشر أسلحة نووية، وعانت الصين وقفا لإطلاق النار بسبب عجزها عن الاستيلاء على الجزر وفشل عملية القصف في إخضاع تايبه. وبعد 37 سنة على الأزمة الثانية جاءت الثالثة، إذ اشتعل التوتر مجددا في العام 1995 عندما بدأت الصين تجارب إطلاق الصواريخ في المياه المحيطة بالجزيرة احتجاجا على زيارة الرئيس التايواني لي تين هوي للولايات المتحدة. بعد عام أصبح نيوت غرينويتش أول رئيس لمجلس النواب الأمريكي يزور تايوان في خطوة غير مسبوقة، واستغرق الأمر أكثر من 25 عاما قبل أن تتوجه رئيسة مجلس النواب التالية نانسي بيلوسي إلى تايوان في 2 غشت الماضي 2022، 72 عاما من الجغرافيا القلقة. ظلت تايوان أو الصين الوطنية التي تزعم أنها تمثل الصين بأكملها تشغل مقعد الصين في مجلس الأمن الدولي، واعترفت بها دول غربية باعتبارها الحكومة الصينية الوحيدة. لكن في العام 1971 حولت الأمم المتحدة الاعتراف الدبلوماسي إلى بكين، وتم إقصاء جمهورية الصين الوطنية تايوان ومنح مقعدها لجمهورية الصين الشعبية رغم معارضة الولايات المتحدة لهذا القرار، قبل أن تعترف في العام 1979 بأحقية بكين في تمثيل الصين في خضم سياستها لمواجهة الاتحاد السوفيتي، قاطعة بذلك علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان مقابل الحفاظ على علاقات وثيقة يرعاها المعهد الأمريكي في تايوان ويدعمها قانون صادر عن الكونغرس ينص على التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على القدرات الدفاعية التايوانية بما يحميها من هجمات البر الرئيس الصيني دون تقديم تعهد بالتدخل المباشر. وظلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة ملتزمة بالحفاظ على مبدأ الغموض الاستراتيجي تجاه الجزيرة، وهو مبدأ يجنب الولايات المتحدة الإعلان عن تدخلها عسكريا في حال قررت القيادة الصينية استعادة سيادتها على الصين باستخدام القوة، ويكبح من جهة أخرى آمال الانفصاليين الذين قد يقودهم مثل هذا الإعلان إلى تصعيد الموقف في مواجهة بكين، لأن المعادلة تقوم بالنسبة لواشنطن على معارضة استقلال تايوان وكذلك أي محاولة من الصين للسيطرة على الجزيرة.